أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله
وحسنا أولا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم.